العملات الرقمية وعن طريق البرفكت ماني. إذا أنت المرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار في كل ما يخص مواقع العمل على الإنترنت، وانضم لقناة تليجرام مهم جدا بينزل عليه آخر التحديثات للمواقع المستمرة وإثباتات العمل. هذا هو الموقع المعانا الجديد. أول شيء خلينا نأخذ رابط الموقع ونروح على هذا الموقع. هذا الموقع بيفرجينا المواقع اللي بتدفع وكم يوم صلها شغالة في العمل. الموقع طبعا بيدفع، بنضغط على الموقع نفسه وحنلاقي انه تقييم الموقع 5 نجوم وماخذ 5.68. وعندك هون عمر الموقع 2 يوم، لسه الموقع جديد. طيب هذه هي الموقع، طبعا رابط التسجيل موجود اسفل الفيديو بالوصف. طبعا في تليجرام للسبورت وفي تليجرام جروب للموقع، هو عبارة عن شركة تابع لشركة هذا الموقع. طبعا بينزل لتحت عندك هنا توتال الايداعات وتوتال السحوبات، هذه هي الخطط الاستثمارية في الموقع. قبل ما نشوف الخطط الاستثمارية رح نلاحظ هنا تراست بايلوت، هذا موقع للتقييمات، جميع المواقع بيستخدموا موقع تراست بايلوت. الموقع ماخد اكسلنت، 90% الناس عاملين ريفيو، الموقع جدا ممتاز. طيب نرجع على الموقع ونشوف الخطط الاستثمارية. طبعا الموقع بيحتوي على 4 خطط استثمارية زي ما انتم شايفين. الخطة الأولى مدتها 30 يوم، تعطيك أرباح 2%. الخطة اللي بعدها مدتها 12 يوم، تعطيك أرباح 180%. الخطة اللي بعدها هي عبارة عن 200% أرباح لمدة 8 أيام، والخطة اللي بعدها 250% لمدة 4 أيام. طيب هنا في عندنا كلمة daily for 13 days، وهنا after. طب إيش معنى هذا الكلام؟ طيب الخطة الأولى اللي هي اسمها ستاندرد، لما يكون في ديلي يعني كل يوم بينزل لك أرباح، كل يوم بينزل لك أرباح وبتقدر تسحب هذه الأرباح. أما هون لما يقول لك أفتر في الخطط الاستثمارية، عندك هذه الخطة وهذه الخطة وهذه الخطة، بعد 4 أيام طبعا كل يوم بينزل ربح، تقدر أنت تشوف أنه كل يوم في ربح، ولكن ما بتقدر تسحب هذا الربح إلا بعد 4 أيام، لازم تنتهي الخطة. بس تنتهي الخطة بتقدر إنك تسحب الرأس المال زائد الأرباح. أما هون لمدة 30 يوم تقدر تسحب كل يوم الأرباح. تمام يا شباب؟ طبعا هون عنا 2% بتعطيك، وبقول لك هون ديبوزيت الإيداع راح يرجع لك، صح؟ وكنسل أني تايم. شو يعني كنسل أني تايم؟ يعني بتقدر إنك تكنسل الخطة في أي وقت وتسحب أموالك بدون أي مشاكل. طيب طريقة التسجيل في الموقع، نيجي على كلمة ساين أب. طبعا بالخطوة الأولى بتحط الفول نيم، اليوزر نيم، الإيميل، بتعيد الإيميل، بعدين بتيجي على ستيب 2 حط باسورد، تعيد الباسورد، وهنا بتحط أي سؤال سري، أنت اعمل سؤال سري وجاوب عليه. وبعدين الخطوة الأخيرة ستيب 3 بتقوم بوضع رقم محفظة البيرفكت ماني، وعندك عملات رقمية بيدعم بيتكوين واللايت كوين والدوش كوين والإثيريوم والبيتكوين كاش والداش والريبل والإلترون والتيثر، وعندك كمان تيثر. طبعا هون عنا الإثيريوم، وعنا هون تيثر الـTRX، وهون عنا عملة الـBNB. طبعا انت بتضيف المحافظ وبتقدر تضيفهم من داخل الموقع في خانة الإعدادات، بتعلم على هذا الخيار وتعمل ريجستر. طيب خليني هلا أرجع على الهوم ونعمل لوجن ونشوف الموقع من الداخل. طبعا هذه واجهة الموقع، حسابك من الداخل. لو جيت على كلمة أكاونت راح تظهر معك خانات الموقع. طبعا هنا عنا الداشبورد بيحتوي على الاكاونت والايديت اكاونت والسكيورتي. هنا الايديت اكاونت لو ضغطت عليها راح تفتح معك هذه الخانه اللي بتقدر انك تضيف المحافظ.
إذا ضفت رقم المحفظة بتنزل لآخر الصفحة بتعمل update. نيجي على الأكاونت كمان مرة، عندنا هون بتقدر تشوف الترانزاكشن، عمليات الإيداعات والسحوبات، وهون عندنا الهيستوري في الإيداعات والسحوبات والأرباح. نيجي بنرجع على لوحة الداشبورد. هون عندنا طريقة الإيداع، بس خلينا نشوف لوحة الداشبورد إيش فيها. طبعا هون البيمنت أند بالانس، بيمنت أند بالانس، هون عندك البيرفكت ماني. لما أنت تضيف رقم البيرفكت ماني وتودع في الموقع، راح تلاقي عندك هنا مثلا 100 دولار نزلوا في رصيد البيرفكت ماني في داخل الموقع. بيتكوين عندك هنا البيتكوين. طيب طريقة الإيداع، تيجي بتعمل دوبوزيت، راح تفتح معاك الخطط الاستثمارية في الموقع اللي هي عبارة عن 4 خطط. بتختار الخطة بهذا الشكل، سيلكت بلان، هيك انت اخترت الخطة، تنزل لآخر الصفحة وبتختار بيرفكت ماني او بيتكوين. طبعا في عنا هنا invest from processor، يعني انت بدك تضيف اموال من محفظتك او من البيرفكت ماني. هون تقدر انك تضيف عن طريق اذا انت عندك ارباح داخل الموقع بدك ترجع تستثمرها داخل الموقع، ولكن انت في الخطوة الاولى اكيد راح تستثمر في هذه الخطة، في هذه الخانة اللي هو انا بدي احط اموال من البيرفكت ماني بناء انه حسابك جديد ولسه ما في ارباح. طبعا لما تضيف الارباح راح تلاقي عندك هون الارباح موجودة. طبعا هون بعد ما تضيف تحدد الخانة، تنزل هون تحدد مثلا 100 دولار، هون اخترنا الخطة، اخترنا بيرفكت ماني، تحدد 100 دولار، تعمل سبند، ويحولك على البيرفكت ماني بما انه اخترت بيرفكت ماني، وراح تقوم عملية الايداع، راح تبدأ الخطة في العمل في هذه الخطة مثلا 2% كل يوم لمدة 30 يوم. تمام يا جماعة؟ طيب طريقة السحب، لما يجيك أرباح تضغط على withdrawal وراح تلاقي عندك هنا رصيد available، تقدر انك تسحب هذا الرصيد بدون أي مشاكل. بتنزل لآخر الصفحة وراح تلاقي عندك خانة السحب، تحدد المبلغ وبتكتب وتعمل withdrawal وراح يتم السحب، والموقع بيدفع بشكل فوري، يعني أول ما تعمل سحب مباشرة بشكل ثواني راح يوصل الموقع، والموقع مبرمج إنك تسحب داخل الموقع، ولكن فوري. أنت في الخطة هذا الأولى أكيد راح تستثمر في هذه الخطة، في هذه الخانة اللي هو أنا بدي أحط أموال من البيرفكت ماني بناء إنه حسابك جديد ولسه ما في أرباح. طبعا لما تضيف الأرباح راح تلاقي عندك هون الأرباح موجودة. طبعا هون بعد ما تضيف تحدد الخانة، تنزل هون تحدد مثلا 100 دولار، هون اخترنا الخطة، اخترنا بيرفكت ماني، تحدد 100 دولار، تعمل سبند، ويحولك على البيرفكت ماني بما انه اخترت بيرفكت ماني، وراح تقوم عملية الإيداع، راح تبدأ الخطة في العمل في هذه الخطة مثلا 2% كل يوم لمدة 30 يوم. تمام يا جماعة؟ طيب طريقة السحب، لما يجيك أرباح تضغط على withdrawal وراح تلاقي عندك هنا رصيد available، تقدر انك تسحب هذا الرصيد بدون أي مشاكل. بتنزل لآخر الصفحة وراح تلاقي عندك خانة السحب، تحدد المبلغ وبتكتب وتعمل withdrawal وراح يتم السحب، والموقع بيدفع بشكل فوري، يعني أول ما تعمل سحب مباشرة بشكل ثواني راح يوصل، هو الموقع مبرمج انك تسحب بشكل فوري. هذا هو كان شرحنا لهذه الشركة فينسكون، هذه الشركة موجودة على التراست بايلوت. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار في كل ما يخص مواقع العمل الانترنت، وانضموا لقناة تليجرام، مهم جدا.